سهلنا لجنة الدفاع لأنه في الحقيقة نعتبر أنه صارت عديد الخرقات في هذه المحاكمة. نحن عنا ثوابت في مهنة المحاماة أننا نرفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. لسنا ضدنا المحاسبة، كل حد يتحمل مسؤولية أفعاله في إطار محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية. الزملاء والزميلين هذوما وقع إحالتهم أمام القضاء العدلي واصدر في شأنهم قرارات وأحكام ثم نحيلوهم على القضاء العسكري من نسجل نفس الفعلة. هذا ما فهم في حتى دولة، حتى في الدول العالم الثالث لا يقبل أن يحاكم إنسان من أجل فعلة مرتين. كذلك القضاء العسكري كي يصدر قرارات ويرفض طلب التأخير هذا فيه هضم أولا لحقوق الدفاع، ثانيا مساس بمسألة أنه غير مختص في محاكمة المدنيين، كذلك فيه خطورة كبيرة أنه يحكم بالنفاذ العاجل في طور استئنافي ويتم تنفيذ هذه الأحكام بتلك الطريقة ليلا على منزله، في منزله مع أبنائه مع زوجته، يعني كأنه إرهابي. هذا الأمر راه نحن حتى كإنسان مرتكب خطأ نحن مع تطبيق القانون، لكن لسنا مع التنفيذ بتلك الطريقة التعسفية التي توحي كأننا في دولة غير ديمقراطية أو دولة مستبدة والأمن فيها كأنه معناها هل المجرم خطير جدا على الأمن العام. مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على ضوء هذا اللقاء سينعقد وهو في حالة انعقاد دائم لاتخاذ جميع الخطوات. اليوم احنا نحب نمشيه في التوجه كذلك الحرفي أنه مش نقدمه كمحامين مطالبنا لمحكمة التعقيب كذلك بإيقاف التنفيذ، وطبعا المفروض هو التعقيب يوقف التنفيذ ويتوقف منشور التفتيش في شأن الزميل، وفيما بعد معناها كذلك سيتم الاعتراض معناها على هذا الحكم، ومحكمة التعقيب المفروض أن يتعدل بين القضاء العسكري والقضاء العدلي هي المختصة في النظر في عندما يتنازعان زوج محاكم في الاختصاص. هذا الكل مطروح، لجنة الدفاع هي التي ستحدد ذلك إن شاء الله، وسنتقدم بهذه المطالب وندافع في إطار الدفاع لأننا نؤمن بشروط المحاكمة العادلة وأنه دولة تحترم نفسها، دولة ديمقراطية فيها سيادة القانون، فيها قضاء مستقل. يجب أن يكون القضاء هذا حقيقة مستقل ويكون جريء في اتخاذ القرارات الصحيحة التي كذلك تحمي الحقوق والحريات. نحن رفضنا التام للمساس بالجدول لأنه الدولة هي اللي بالتشريع متاعها أعطتنا هذا الحق، في أنه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين هو مجلس مستقل، هي مهنة مستقلة حرة، هي السيدة على جدولها، هي التي ترسم، هي التي تؤدب، هي التي تحيل على التقاعد ويراقبنا القضاء. ما فماش علاش نرفض تام لأي مساس، وسنعاقب هذا القرار كذلك من الطعون القانونية، وكذلك سنرفض تنفيذه لأنه هذية بمثابة الحكم بالموت المدني على شخص لم يرتكب فعل في إطار حتى المهنة معناها امتاعه فيه فعل مجرم. هذا علاش مرفوض رفض مطلق، ومعناها الحقيقة سنتصدره.